اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه نيشا. الان نحن من امام كليه الاداب والعلوم الانسانيه عين شق، واحد الحاله الاختفاء ديال واحد الشابه اللي كيتجاوز العمر ديالها 23 سنه في ظروف غامضه. الان الام ديالها هي امام الكليه في واحد الحاله هستيريا، والاب ديالها حاليا عند رجال الامن اللي كيدير التحريات ديالو. معنا الام ديالها غتحكي لنا كيفاش الاختفاء ديال هذه البنيه هذه. انا الام ديال رجاء الحسين، طالبه جامعيه في شعبه علم النفس، السنه الثالثه في شعبه علم النفس. بنتي نهار يوم الثلاثاء بنتي جات الكليه مع 8 تاع الصباح، جات الكليه باش تاخذ النقط ديالها ديال لا ليسونس، حيت هذا العام ان شاء الله عندها لا ليسونس. جات تاخذ النقط ديالها، جات الكليه قالت لي انا غادا الكليه ماما غادي ناخذ النقط ديالي، جات مع 8 تاع الصباح. عيطت لها انا مع 4 العشيه، قلت لها الو رجاء، قلت لها فينك بنتي، قلت لها فينك بنتي، قالت لي انا ماما باقا في الكليه، واحد شويه غادي نخرج، واحد شويه غادي نخرج. صافي قلت لها بنتي، قال انا غنمشي، حيت حنا اصلا كنا في البحر، انا ما كناش في الدار. قلت لها بنتي الا مشيتي الا مشيتي للدار صافي، المهم الا مشيتي ديري لخوتك شي حاجه ياكلوها. قالت لي صافي ماما كوني هانيه. قطعت صافي التليفون، عيطت لها مع 7:30 ثاني نعيط لها ندوي معاها. 7:30 نهار الثلاث نيس، 7:30 التليفون ما كيجاوبش، كنعيط التليفون ما كيجاوبش. صافي من التليفون ما كيجاوبش، صافي مشينا جينا حنا كنتسناوها في حدا الطاكسيات، كنتسناو حدا الطاكسيات ديال بوسكوره، اللي كيديو مصد معروف بوسكوره. اييه كتمشي، حيت الدريه بنتي كتشد جوج طاكسيات، واحد من الكليه من شارع القدس كتشد الكليه تلسد معروف، ومن سد معروف كتشد طاكسي تلسد بوسكوره. مني وقفنا كنتسناو، حيت حنا اصلا ديما كنتسناوها تما، ما كنخليوش تمشي بوحدها، كنخافوا عليها بزاف، عندنا غير ديك الدريه كنخافوا عليها. كنوقفوا كنتسناوها كنديوها، داك النهار تسنينا ما كاين والو، تسنينا الطاكسي اللي جا، بقينا حتى الجوج تاع الليل تتقاضوا الطاكسيات. صافي طلعنا لهذا الكوميساريه ديال عين الشق، قالوا لنا ما احنا الحاجه الوحيده اللي غنديروا لكم ما كايناش حاليا عندنا حتى شي بنت بهذا الاسم. هبطنا لميريزكو، قلنا غنسبقوا للسبيطار باش نسقط هو الاول، قال لنا ما كاينش هذا الاسم. مشينا لميريزكو، قال لنا ما كاينش هذا الاسم. مشينا ل 20 غشت، قالوا لنا ما كاينش هذا الاسم. مشينا للسبيطار مولاي الحسن، قال لنا ما كاينش هذا الاسم. مشينا صافي بدينا كنمشيو للكوميساريات الاخرين، مشينا للدار الحمراء، قال لنا حنا ما عندناش، ولكن الديكلاراسيون ما غديروهاش عندنا، لا غديروها في البلاصه اللي كتسكن فيها. جينا لهذا الكوميساري قال لنا لا ما غديروش عندنا الديكلاراسيون. قلنا له ديرها، الدريه اختفت، حنا بغينا ديكلاراسيون تكون هنايا حيت الدريه اختفت في الكليه. قال لك لا خاصكم ديروا الديكلاراسيون باش عرفتيها ما وصلتش لبوسكوره. صافي مشينا درنا الديكلاراسيون عند الجندرم، درنا حاله اختفاء هذا ديال العائله اللي فاتت العائله البارح في العشيه مع 4 العشيه درنا الديكلاراسيون. قال لك راه طلقناها روشيرشي. لحد الان ما كاين حتى حاجه خويا، لحد الان ما كاين حتى حاجه. بغيت نسولك على الاخت، شوف انا بغيت نجمعها بنتي، هيا بنيت انا بغيت نجمعها بنتي. شوفي انا بنتي عمرها ما باتت في الزنقه نهائيا، عمرها ما باتت، ما عندها صديقات، ما كتباتش نهائيا، عمرها ما تعطلت، ما تعطل شويه كتعيط لي تقول يا ماما ما تدخلهاش، انا راه غنتعطل شويه في هذه البلاصه. انا المنسق الا غادي تسولوه، المنسق كل شيء في الكليه كيشهدوا بان الدريه حدوديه بزاف، ما عندهاش حتى الصحابات، ما عندهاش كيقولوا لك الدريه حدوديه بزاف، ما عندهاش صديقات ديالها. ما عرفتش انا ما شفتهاش هذاك النهار باش نحكم. انا عارفه عندها واحد المشكل،
واحد المشكل ديال واحد الماده يعني بسيطه. الاستاذ ربما حيت هي ما وقفتش عليه يصحح الخطا، هو غلط. قالت لي استاذ غلط، كانت عدى 12 جايبه 12 وغلط ليها في النتيجه وحط 6 غلط ليها، وهي ما خادتش كتدمر ولا لدرجه ان مثلا تمشي دير شي حاجه في راسها او لا تحيد من دارهم. خذات عاديه، قالت لي ماما غيصلح الخطا. الخطا اللي دارت بنتي انها ما وقفتش على الاستاذ باش تفكروا كل خطره، فهمتي؟ الاستاذ نسى وحط لها داك الشيء اللي دار اللي جابت في الرطراباج. نسى استاذ مشكور ومشكور، ما غاديش نلومه لانه هو الله يحسن العوان الكليه كبيره والونفي كبير. ما انا تنعذرو. كان عنده اجتماع استاذ ما شافهاش، لا قال لها الموسيقى ودير عنده اجتماع غير سيري. انا دابا خرجوا النتائج، دابا ما عنده ما يدير لك. هو غتعاودي هذه الماده ان شاء الله، غتعاوديها في شهر تسعود ان شاء الله غتعاوديها ان شاء الله. ويقدر يحط لك الا فكرتي يقدر يحط لك اللي جبتي المره الاولى 12 اللي غلط فيها غيحطها لك. هي قال لي الموسيقى خرجت عاديه، تفهمات هضرت معايا بسلامه خرجت عاديه الدريه. بنتي فين مشات عاد من دابا فين كاينه بنتي؟ الله اعلم الله اعلم الله اعلم. يا ربي شوفوني شاف بنتي، اللي عرف بنتي شي حاجه عليها يا ربي الله يجازيكم بخير. انا مقطعه بنتي 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 ما بنتي طيبه بنتي ما كان الناس اللي غيعرفوها غادي يشوفوها غادي يعرفوها. نعرفوا الصوره ديالها، شوف هذا العم ديالها، شوف راه واش عندك شي صوره؟ انا حيت الصوره خرجنا الصور ولكن كاينين عند الاخ ديالي في الطوموبيل باش على الاقل الى شافوها. انا حيت ما تديش انا ما واكله ما شاربه 3 ايام وانا حلقي نشفوا الدموع ديالي لا ماكله لا شرب لا نحاس لا والو. الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير، اللي شاف بنتي ولا اللي سمع اي حاجه عليها. الله يرحم لكم الوالدين. انا بنتي بنت بنتي بنتي المواطنين المغاربه يعني حاولوا تعاونوا مع السيده في واحد الحاله هيستيريا الوالدين. بنتي 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 انسانه طيبه وخلوقه، انسانه طيبه وخلوقه واخلاقه عليك كتشد بها الكليه كامله. بنتي كتشد لها الكليه كامله، انسانه طيبه الله يجازيكم بخير. اي معلومه بسيطه بسيطه كما غادي نشوفوا الهاتف ديال ناخذوا الرقم الهاتف ديالك. عطينا الرقم ديال الهاتف ديالك ولا ديال الاب ديالها. 07 صفر ستة عادي بالله مشط صفر ستة صفر ستة صفر ستة 68 37 عارف شوية عليك 37 11. واخا اعطينا بالكامل. الله يحسن العون. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النعمة كتبني أب ديالك طيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعمرها دارك، أقسم بالله الله يعمرها دارك. طيبة ما عرفتش شنو، لو كانت غادي تقصدني تقصدني أنا، ولكن لا إله إلا الله ما عرفناش شنو هذا الشيء ما عرفناش. شوف رجا بنتي شوفي كان شي حاجة أنا معاك، عمك راك عارفاني ما نفوتكش فاش ما كان اي حاجه اي حاجه انا ما نفوتكش. وكنتمناك بنتي شوفي فينا اقسم بالله بنتي. نعطينا الهاتف ديال يا بنتي غتبات غتبات النهار الثاني 06 غتبات النهار الثالث 06 68 37 37 11 عمه الاب ديالها والدريه ديال زعما نقول لك راه الاخلاق ديالها عاليه، ماشي شي وحده زعما اللي خارجه الطريق او شي وحده اللي نقولوا عندها صحابات. انا كنقول لك انا كعمه كنحشم منها، انا كعمه كنحشم منها اقسم بأية الرحمن انا كنحشم منها كتحترمني. انا كندوي معاها انا كنريح معاهم كنقول لهم شوفها بنتي انا حسبيني خوك حسبيني كل شيء
اي حاجه كتدير معايا زعما ماشي نقول لك زعما شي وحده كتهرب منا او شي حاجه. انا دابا ما فهمتش شنو طاري، اشنو طاري ما فهمتش. لهذا انا كنقدم النداء للحموشي وسيدنا الله ينصره والاخوان كامل يتعاونوا معنا يرحموا الاخ ديالو ويرحموا الام ديالو. اقسم بالله الا صافي ظلمت ما فهمنا والو، والله ما فهمت حاجه. ما عرف لما نعبروا، مازال ما عرف لما نقولوا نعبروا شي حاجه اخرى. ما لا اله الا الله. ولهذا الغيب حجتو معاه ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان نسمعوا الخير. وتورا شنو نقول لك، راه ملي كتشوف الراجل كيبكي راه ماشي ساهل. الوالدين راك عارفهم، الوالدين ما كرهوش يجبدوا عليهم دابا ويعطيو عليهم. حنا كان غير يديروا المجهود ديالهم ويشوفوا لنا غير شنو كاين. حنا قابلين اي حاجه، اي حاجه كاينه، ما عندناش مشكل. حنا اللي قدر الله مرحبا بها. الله يرحم لكم الوالدين. رجاء ايت الحسين، اللي شاف رجاء ايت الحسين الله يجازيكم بخير، يتصل بها. اللي شاف، اللي دوى معاها، اللي تكلم معاها، اللي شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، اللي سمع شي صوت في شي دار، اللي سمع شي حاجه ماشي هي هذيك، الله يجازيكم بالف خير. اتصل بها. راه بنتي انا مقطعه على بنتي، راه ثلاث ايام وانا بكيت الدموع على الجفون. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم الدموع على الجفون. هي انا ثلاث ايام وانا وباها مريض في السكر، وثلاث ايام محشوش ما بقى يقل يدوا حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين الا ما اللي شاف شي حاجه. حنا اللي غنضيعوا فما بغيناش نضيعوا في الطالبه حتى الكليه، ما بغاوش يضيعوا، حتى واحد ما بغى يضيع. حتى هي الطالبه غتعطي بزاف لهاد البلاد. الا طلقات غتعطي بزاف في هاد الدومين اللي فيه هي. باغا تزيد لقدام وباغا تعطي بزاف، باغا دير الماستر وباغا دير الدكتوراه. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. انا بنتي تقدمت عليها بزاف وتبعت عليها. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. عندي غير بنت وحده، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. عندي غير بنت وحده، الله يجازيكم بخير. انا هذيك الدريه اللي كنتمنى فيها الخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. اللي شاف شي حاجه يشوف من قلب هذه الام، الله يجازيكم بخير، ويعلم السلطات، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.